فضيلة الشيخ، يقول هذا السائل: هل للجمعة راتبة قبل الظهر؟ أفيدونا بذلك، وما حكم التبكير لصلاة الجمعة؟ نعم، الجمعة ليس لها راتبة قبلها، وإنما يصلي ما تيسر له إلى أن يحضر الإمام أو يجلس يتلو القرآن أو يذكر الله. وأما راتبة الجمعة فهي بعدها، أقلها ركعتان وأكثرها 4 ركعات بسلامين.